بما لا يدع مجالا للشك بأنه يختلف جدا عن كل الأعياد السابقة. يعني الفرح معدوم، الناس حزينة جدا لما يحدث في الوطن، في غزة من قتل، تهجير، شهداء، ثكالى، جوع، تدمير كنائس، تدمير مساجد، وفي صمت من العالم أجمع للأسف. للأسف يعني الأجواء حزينة زي ما أنتم شايفين، ما في ناس، ما في سواح. كنيسة المهد يعني عيد ميلاد يسوع، والمفروض مكان ولادة يسوع يكون أكتر مكان مزدحم خصوصا في فترة العيد. يعني للأسف الأجواء مش زي كل سنة.